قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعينا الكرام، خوتنا جيناكم في فيديو جديد، معكم خوكم شرف الدين كالعادة. قبل كل شيء يا خوتي اطغوا على الفيديو هذا باللايكات، على بالي راح يعجبكم بزاف يا خوتي. فضيحة من العيار الثقيل، كل واحد فيكم يهبط يدير لايك لانهم هبلونا بالسينيال، وما تنساوش ايضا في التعليقات بشوية عليهم يا خوتي، روحوا بالعقل برك هبلوهم بالعقل. يا وتغاو عليهم في التعليقات وش بشوية هذه، ما كانش ما تكزيستيش مع الجزائري. المهم يا خوتي واحد الخبر يعني فضيحة مدوية لما يحدث الآن في المخزن بعد تطبيعهم. كنا قلنا يا خوتي باللي المخزن دائما يبيع الشرف داعو، المخزن كيطبع خلاص ما بقاش شرف في هذه الحكاية، كاين ناس بزاف ما امنتنيش، ولكن وش راح تشوفوه الان راح تفهموا بزاف امور علاش قلنا بلي المخزن باع الشرف لبنو صهيون. على كل حال هما من بكري بيعين الشرف تاعهم لدول الخليج ودول الاتحاد الاوروبي، ولكن يعني وش صرا الان يعني مع دولة مش دولة اصلا يا خاوتي، انما كيان غير معترف به ابدا، اسوأ قوم في العالم واكره قوم عند كل الشعوب تاع العالم، يدير لكم كيما هكذا يا المراركة، والله غير عيب بعتوا لهم الشرف حتى ليهم، سبحان الله وين وصلتوا. المهم يا خوتي هذه الفضيحة مصدرها الأساسي هي القنصلية تاع بنو صهيون بالمغرب يا خوتي، نعم فضيحة مدوية، فضائح مالية وجنسية، ايه عم راسك يا خوتي، لقاو حاشاكم ملابس داخلية في وسط هذه القنصلية، والمتورطين في هذه القضية ما همش مسؤولين من من المخزن الغاشم، وإنما المتورطين في هذه القضية من بنو صهيون للأسف. إيه اسمع يا الجزائري، باعوا الشرف تاعهم لبنو صهيون، جابوا لبنو صهيون بناتهم في قنصليتهم، يعني جابوه لهم حتى عند باب الدار، قالوا لهم هاكو بناتنا، ومن بعد يجيونا في التعليقات ويجيونا في الصفحة تاعهم وقناة شوف تي في يتحدثون عن الشرف ويقولوا لنا باللي احنا اشرف منكم. يا جدك ما تخليوناش نجبدوا لكم عفايس كيما هادو، فضيحة كيما هذه والله نورمالمون ما يزيدوش يهضروا خلاص عن الشرف. الشرف تاعكم بعتوه نهار طبعتوا نهار خنتوا القضية الفلسطينية بعتوه. كما راكم تشوفوا هنا يا خاوتي الكشف عن فضائح مالية وجنسية في قنصلية إسرائيل بالمغرب، وليس هذا هو الموقع الوحيد الذي نقل الخبر، وإنما مواقع عديدة منها حتى مواقع بنو صهيون يا خاوتي نقلت الخبر، وهذا الخبر منقول من قبل الخارجية تاع بنو صهيون. لقوا كارثة تصرى، المسؤولين تاعهم دخلوا إلى القنصلية ما فهموا والو، لقوا ملابس داخلية حاشاكم يا خاوتي مرمية، لقوا بزاف أمورات يعني قراعي تاع الشراب. المهم يا خاوتي هذوك تاع بنو صهيون كانوا عايشين لابيل في. كما راكم تشوفوا هنا أفادت وسائل إعلام بنو صهيونية بأن وزارة الخارجية تاع بنو صهيون فتحت تحقيقا بشبهات حول وقوع مخالفات مالية وجنسية بالقنصلية الإسرائيلية في المغرب، ليس الإسرائيلية عفوا وإنما البنو صهيونية وإنما صهيون الغاشم. ووفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان التي كشفت النقاب عن تحقيق بهذه المخالفات في القنصلية البنو صهيونية في الرباط، فإن الحديث يدور عن شبهات تتعلق بالادعاءات حول التحرش الجنسي واستغلال النساء واختفاء هدايا من مقر القنصلية وصراعات حادة بين العديد من الموظفين في القنصلية. يا جدك صراعات في وسط القنصلية يا خالتي على شكون؟ على نساء المراركة، ومن بعد يجيو يقولوا لك احنا اشرف منكم. يا مبركة ونبلة مسخير، هذه فضيحة مدوية يا جدك. وذكرت الإذاعة بنو صهيون أن الخارجية بنو صهيون تحقق في هذه الشبهات ويزيدوا داروا لهم تحقيق في وسط بلادهم، في وسط بلادهم يا خاوتي. والله كارثة هذه كلكم، حيث تشير التقديرات إلى ضلوع العديد من الدبلوماسيين تاع بنو صهيون في القضية وليس العكس يا خاوتي، والله ما هي العكس، صدقوني ما هي العكس. للأسف يا المراركة انتوما وليتوا تبيعوا بناتكم، نقطة عاد إلى السطر لمن البنو صهيون، من بكري على كل حال تبيعوهم، ولكن بنو صهيون بزاف شوية ها تقيس شوية يا خاوتي، هذه الحقيقة ما نكذبوش. وكذلك ضلوع العديد من السياسيين تاع بنو صهيون الكبار
في ملف الشبهات والمخالفات والاستقالات والإقالات. يعني كانوا مديرين هذيك شغل دار تاع دعارة، ماهيش قنصلية يا خوتي. يفتخرون بأنهم بنوا قنصلية تبنوا صهيون عندهم، ولكن للأسف ظهرت ماهيش قنصلية، ظهرت دار للدعارة. نقطة عادلة سطر، دار باش يزهاو فيها المسؤولين تاع بنو صهيون. وتشير الإذاعة إلى أن الاستقالات والإقالات كانت بسبب ما وصفها مصدر بالفضائح المالية واستغلال النفوذ في المكتب من أجل الحصول على تبرعات من الطائفة اليهودية بالمغرب وتمويلات من السلطة المحلية، وأيضا نسيت صراعات كبيرة من أجل نساء المراركة. من بعد يجيك واحد خانز يا خوتي عن طريق الإعلام تاعهم يقول لك احنا واخا دابا احنا خير منكم. يا جدك بركونا بلا تمسخير، وش هذا؟ وش راهو صار يا خوتي؟ هل نحن في بلد مسلم؟ هذا هو السؤال المطروح الآن، هل نحن في بلد مسلم؟ معليش معليش، خنتوا طبعتوا كلش، بس هذه الأمور لا لا خويا العزيز، هذه راهي عيب عيب وعار، وراكم شوهتوا السمعة مش غير تاع بلادكم، وإنما سمعة الدول العربية والدول المسلمة بأكملها. راكم درتوا كارثة. أوه سبحان الله، احشموا شوية على روحكم، استروا روحكم شوية، مش لبنو صهيون. معليش قلنا الخليجيين كشغل العرب حتى هما يزهاو نورمال، ولكن تبنو صهيون والله غير عيب، ستوا فيها بزاف هنا وتماديتوا بزاف، والله للأسف عندنا الجيران كيما هكذا. الواحد والله ماهوش مليح يا خوتي، علاش؟ لأنه عنده جيران يديروا العفايس هادو، مع شكون؟ مع بنو صهيون. كارثة بأتم معنى الكلمة. ما تزيدوش تحكيونا على الشرف يرحب باباكم، شرف انساوه، انساو اسم الشرف، ما عندكم الشرف خلاص بعتوه. وكي كنا نقولولهم باللي بعتوا الشرف تاعكم كي طبعتوا مع بنو صهيون، قال لك لا لا وما كانش منها وحنا ما طبعناش وخاطينا وكذا. ها هوش وين وصلتوا ليه؟ وصلتوا مسؤولين تاع بنو صهيون يستمتعون بنسائكم. المهم يا خوتي تغاو على الفيديو هذا باللايكات، على بالي راح تتغاو، على بالي ايضا راح تتغاو بالتعليقات تاعكم، ما تمدوهم وما تخليو لهم والو، وراكم تشوفوا الزريبه هذه مازال ما حبتش تستعقل ومازال ما حبتش تحشم، وما دامها مازال كيما هكذا راهي تدي في الصقله من عندنا. يا سلام خوتي. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.